ينبغي للإنسان أن يكون صالحا مصلحا، وأن يسعى إلى الإصلاح ما أمكن، وهو السعي في الأسباب الممكنة المتاحة التي يستطيعها. قال عز وجل عن شعيب عليه السلام، وذي آية ودي تقفون عندها يا إخوان كثيرا وتضعونها في أذهانكم. قال إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. يريد إصلاح نبي، ومن مثله في نيته ومقصده وسعيه للإصلاح، لكن هل التفت إلى إرادته واعتمد عليها؟ نعم يا إخوان، لا. ليش؟ قال وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. ليس التوفيق بمجرد إرادتي، الإرادة سبب لا شك، إرادة الإصلاح والسعي في أسباب التوفيق عظيمة، لكن أعظم منها توفيق الله سبحانه وتعالى للعبد. ولهذا ينبغي الإنسان دائما أن يسأل ربه التوفيق. وفي الحديث المخرج في صحيح مسلم قال سلم لعلي بن أبي طالب وهو من العشر المبشرين بالجنة، قال قل اللهم اهدني وسددني، وتذكر بالهدى هدايتك الطريق وبالسداد سددك القوس. المقصود أن الإنسان يسعى إلى الإصلاح، سواء كان الإصلاح على مستوى الأفراد، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير، أو كان على مستوى الأسرة، أو كان بين أهل البغي والعدل، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا. وقال لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وقال وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، ما يكفي الصلاح. قالت زينب وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للعرب من أمر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج وماجوج هكذا، فقالت أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا عم الخبث. وأمر الإصلاح يا إخوان من يسره الله عليه فهو يسير. حين رأيت من أخيك تقصير في صلاة في عبادة في كذا، أدعوه إلى الله عز وجل ولست معنيا بهداية قلب. بعض الناس يتصور أني أنا قلت مرة مرتين ثلاث ما أطاعني، غضب وزعل. لا يا أخي، لا تغضب لنفسك، ادعوه وحاول، فإن يسر الله هدايته على يدك فذاك فضل من الله عليك وعليه، وإلا الحمد لله أديت ما عليك وأبرأت ذمتك. فإن حصل ولعلهم يتقون فهو المطلوب الكبير بل الأكبر، وإن لم يحصل حصل الأول.